أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم الرياء في الكرم والنخوة وغيرها من مكارم الأخلاق؟ حسب نية الفاعل، إذا كان قصده تشجيع الناس على فعل الخير وعلى البذل يكون قدوة لهم، هذا شيء طيب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا كان في مسجد من المساجد الرجل الذي هذا سن سنة حسنة، الرجل الذي حضر عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة من أجل قوم حضروا جياعا يريدون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم، النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة لأجل هؤلاء المحتاجين، فجاء رجل بصرة من الدراهم أثقلت يده أو كادت تثقلها، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الناس تتابعوا الصدقات، قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه إثمها وإثم من عمل بها. نعم.